الرئيس السيسي يؤكد متانة العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لمعالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية. الرئيس السيسي وتشينزو آبي يؤكدان أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأوغندي يورو موسوفيني كأحد القيادات الحكيمة في أفريقيا وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على الأصعدة كافة. من جانبه أكد الرئيس موسوفيني عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في المجالات كافة. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي اليوم مع الرئيس الأوغندي يورو موسوفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030. من جانبه أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المميزة في منظومة العمل الدولي، معرباً عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة والمشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما أكد الرئيس خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجو سيكو على الأهمية التي توليها مصر لدور وزارة التجارة اليابانية في تشجيع الشركات اليابانية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا التي دفعت الكثير من الشركات الأجنبية لإنشاء مشروعاتها هناك. كما افتتح الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي صباح اليوم جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص، والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية التيكاد 7. وأشار الرئيس السيسي في كلمته في افتتاح الجلسة على أن ذلك المنتدى يأتي ليؤكد ما باتت أفريقيا توفره من مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمار. كما أكد الرئيس السيسي على بذل جميع الجهود في سبيل تعزيز العمل المشترك بين دول القارة الأفريقية وبينها وبين القطاع الخاص وشركاء التنمية بهدف تقريب الرؤى وتقديم حلول لأي تحديات أو عراقيل قد تواجه أنشطة القطاع الخاص. كما دعا جميع مؤسسات القطاع الخاص الياباني للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها أفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص. أقامت القوات المسلحة احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء وزوجات ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء. نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد بحضور عدد من قادة وضباط الصف وجنود القوات المسلحة.